اولا ثلاثه يجي وثني صغرا الى الخوافي الى الكيا الهراسي الى الغزال. الخوافي من تلاميذ الجويني اكني غراني ثلاثه ولكن ثلاثه يلسن فازن ثلاثه شفو ثسن الخوافي الغزالي اكذ الكيا وكذاكي تلاميذ كبار اقران للامام الجويني ابي المعالي صاحب الورقات. ثلاثه من تلاميذ مشهور مليح الجوي. اول ثلاثه يجي الخوافي يموت في سنه 500 للهجره. ابو حامد الغزالي يموت 505 للهجره. الكيا الهراسي الفارسي يموت 504 للهجره قبل سوسكواس. الجويني ذا شو دينا في لاسن وثاقي طريقه منهجيه في تربيه الشيوخ للتلاميذ اثني تسجيع اثني تشكير خاصه ديال المناظرات. ما روحنا قبل العلماء هذه تشكيع ارجازن وقال ذي ربا نسى. من بعد شو دي قار نسى في اللاسن يقار التحقيق للخوافي. المعنى يس مريم لوك العلماء وياض يسعى قوة الاستدلال ليزارغيمون الحجة. إنك التحقيق للخوافي والاسترسال للغزالي. خطر الغزالي يسعى المعلومة تطاس يسترسل أمام من يتزل ذي ثرقة ما شاء الله. والبيان لإلكيا. البيان معني يسعى الفصاحة فصاحة اللسان. كل يوم ذا شو الصفة يسيفك أول يقول سيدينا ذا الشيخ نسن الجويني التحقيق للخوافي والاسترسال للغزالي والبيان لإلكيا. أسم نظن إشكرتن بطريقة نظن توعر شوية ذا شو دينا إن ياسنا الغزالي اسم مقريث فند العلماء ذي مقرانا إن ياسنا الغزالي بحر يغرق. ما ينتقد الغزالي ذي البحر وين إلا نزلت في صغرق في المعلومات. إن ياسنا الغزالي بحر يغرق. والخوافي خوافي يجي نادي ساعة التحقيق ساعة الحجة ما شاء الله. إن يسوى الخوافي نار تحرق. نار تحرق ما إلا يتيرا فيون ما إلا الكيا يسعى الفصاحة. إن يس أسد مطرق ذي زم أي زماون جيغان ثلويث سلام ربي فينا.